بصراحة هو بيعمل كل حاجة كويسة في حياته لله، بيعمل بطريقة كويسة ما ينفعش الناس كلها تشوفه، بس هو من جوه طيب جدا. هو بس اللي انا عايز اقوله لحضرتك ان هو مش بيحب يظهر كتير، مش بيحب يخلي الناس تشوفه كتير، بيحب شغله اكتر، بيحب يشتغل على نفسه كتير. بني ادم خير فوق بمعنى الكلمة. طبعا الميزة اللي فيه ان هو وقت الشغل شغل، اللي هو اللعب طبعا والنادي وكده وقته معين، والوقت بتاعنا احنا بيبقى خارج النطاق خالص. اول ما يجي الاستاذ حسين هنا تلاقي الكابتن حسين، تلاقي بقى القهوه اتملت بقى الصلاه على النبي، كله بيجي يشجع عشان بيجي عشان خاطره. لا حسين ليه شعبيه حلوه يعني. كابتن حسين شخصيه محترمه جدا، خلوق جدا، اي حد يقول له اي حاجه ما بيقولش لا على اي حاجه خالص. هو تعب وشيء ايه عشان خاطر اللي يوصل للمرحلة اللي هو فيها. هو بيحب نادي الأهلي قوي جدا. النصيحة لحسين ولكل اللي لابس تيشيرت النادي الأهلي، إذا لم تكن ناجحا لن يكون لك حاقدا. ما تسمعش الناس، احنا النادي الأهلي بتاع بطولات. ما تسمعش لناس تحب تقدمك، لا على طول بص لقدام، بص النادي الاهلي هو ايه، النادي الاهلي عايز ايه. النادي الاهلي ما فيش تفكير غير في الكوره، ازاي تسعد جمهورك، ازاي الناس تبقى فخوره بيك، واتعب وكل حاجه بتاعت ربنا. وقت الشده لازم نلاقي، لان هو معانا على طول على الحلوه وعلى المره على كل حاجه. ووقت الفرح بيبقى قبل ما احنا نروح بنلاقيه موجود برضه، لازم. هو بيحب الانبساط ويحب ان احنا نهزر ونضحك، هو ده حسين. فاحنا واخدين عليه كده من زمن ولحد دلوقتي هو زي ما هو، هو ما اتغيرش عليه كتير يعني. على المستوى الانساني هو راجل محترم مؤدب، الناس كلها بتحبه. مستوى الكوره لعيب كويس برضه الحمد لله يعني، ربنا يديله الصحه. كابتن حسين يا رب يفضل زي ما هو وما يتغيرش، يفضل زي ما هو تمام كده اهوت، ما يتعلاش على حد، زي ما هو تمام كده اهوت. مستوى الانساني بقى هو كويس جدا يعني، مش عاوز اقول لك هو دماغه ماشيه ازاي مع الناس. لو عيل صغير والله بيتصور معايا، لما بيخش المحل بيصور على المحل، بيسلم على المحل كله، ما بيتكبرش، يخش يسلم على واحد واحد قاعد، ما بيتكبرش على حد خالص خالص جدا يعني. حسين ربنا يوفقه ويا رب اشوفه احسن من كده بكتير.